بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. كما في عادتنا في كل جمعة أخيرة لشهر رمضان المبارك، تقف كل المسلمين لكي يحمي ويعلنوا موقفهم بالنسبة لمسألة القدس الشريفة ومظلومية الفلسطينيين وأولاد فلسطينيين العزيز. نحن أيضا كان من واجبنا وكان من المفروض أن نكف ونعلن موقفنا بالنسبة هذه المسألة العظيمة والعزيزة والشريفة. أولا، ما هو فلسطين فينا؟ فلسطين ومسألة فلسطين فينا من أهم المسألة، أو ما يمكن أن نقوله هو أول مسألة للسياسات الداخلية والخارجية في العالم الإسلامي والأمة الإسلامية بأكملها. لا فقط كأننا مسلم، وحتى ممكن ويمكن أن يعبر أنه هو المسألة الأساسية الذي يتعين السياسات الداخلية والخارجية في كل دولة من الدول، لأننا نرى أن في مسألة فلسطين تنقسم أو ينقسم السياسات الداخلية والخارجية ومواجهات الدول في هذا المسألة. إذا دولة من الدول هو يميل إلى فلسطين ومسألة فلسطين ومحاماة فلسطين، فهو يعتبر من الدول ضد الدول الشرقية والغربية، هذا الدول ما يسمى اليوم أمريكا وأمثال أمريكا وإسرائيل في ذاته الغاصبة. فهذا هو الذي يميزنا ويميز الدولة، هو المسألة الفلسطينية وموقف الدول وموقف المجتمعات وموقف الشعب بالنسبة هذا المسألة. إذا أن شعبنا ودولتنا ومراجعنا السياسية والدينية هم ضد الشعب الفلسطيني، فيعتبرون